أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد. كان السلف من الصحابة والتابعين لهم ضجيج ورجة في هذه الأيام في الطرقات والأسواق بالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الأيام لأنها أيام حج واجتماع للناس وأعياد ومهرجانات، كبر العظيم لأن يقال للناس لا أكبر من الله ولا أعظم من الله. قال تعالى ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. ذكر الله حتى إنه أفضل من كل الأعمال، وذكر الله أكبر من ذكر كل شيء. يقول تعالى فاذكروني أذكركم، والله لو سمعنا أن صالحا أو رمزا أو حاكما أو عالما يذكرنا بخير لأنسنا، فكيف بالله سبحانه. فاذكروني أذكركم، من نحن حتى يذكرنا ربنا الجليل العظيم الواحد القهار لا إله إلا هو ولا رب سوى، سبحانك ربي ما. فاذكروني أذكركم، ثم لا يهمك إذا ذكرك الله أن يذكرك أحد أو تنوه بك قناة أو صحيفة أو شاعر أو حكيم. فاذكروني أذكركم، يا للعظمة ويا للمكانة ويا للشرف أن يذكرك الله وحده سبحانه وتعالى إذا ذكرته. اذكر الله، سبحان الله لا إله. فاذكروني أذكركم، إذا خشيت التهميش الإعلامي ولم يحتفل بك أحد ولم يذكرك أحد، فاذكر الله فقط فيذكرك سبحانه وتعالى فإذا الشرف والرحمة. فاذكروني أذكركم، تذكره أنت في نفسك المذنبة المقصرة فيذكرك سبحانه في نفسه المقدسة لا إله إلا هو ولا رب سواه فقط. فاذكروني أذكركم، اذكره أنت في الأرض يذكرك سبحانه وتعالى مع الملأ الأعلى، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه وإن ذكرته في ملأ ذكرك في. فاذكروني أذكركم، فلا تخشى الضياع ولا تخشى النسيان ولا تستوحش من قلة العشيرة والأبناء والأهل والأسرة والقبيلة فقط. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرك الله فقد أيدك وأعانك وسددك ورعاك ونصرك وتولاك، فاذكره جل في. هيا أحبتي نذكر ربنا كثير من ذكر هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.